الاتوبيس اللي واقف ورايا دلوقتي ده الاتوبيس السي 120 من ام سي في. السي 120 ده اتوبيس كهرباء بيمشي حوالي 400 كيلو متر في الشحنه الواحده، وده هتلاقوه موجود في الشوارع في مصر للنقل الجماعي من انتاج شركه ام سي في مصر. انتاج يعني الاتوبيس ده تقريبا البطاريه والموتور الكهرباء بس هما اللي بيتم استيرادهم، وباقي المكونات بالكامل بيتم تصنيعها في مصر. تعالوا افرجكم عليه. اهو ام سي في، تعالوا نبص كده على الاتوبيس من جوه. وادي هو الاتوبيس من جوه، الماتيريال بتاع الكرسي مريح، مش يعني مش ناشف، واخدين بالكم. وادي اماكن اهي بتاعت الناس اللي ممكن تبقى عايزه تقف. مفيش بقى ايه يعني، خلينا مثلا نجرب كده، مفيش اصوات، نمشي كده لغايه ما نجيب اخر. طبعا المكان ده اللي انا طلعت عليه ده المكان اللي فيه البطاريات، خلاص. وادي اخر مكان اهو، هبص برضو انا هقعد. بصوا يا جماعه انا قاعد كده اهو، المساحة عندي كويسة جدا على فكرة، تمام. ولو حتى انا واقف في المكان العالي ده فانا ما عنديش مشكلة خالص في المساحة فوق الراس. ادي مكان السماعات، ده مكان التكييف. طبعا الباص ده مكيف بالكامل، ومش عايز اقول لكم بقى طبعا احدث تكنولوجي الاضاءة بقى اللي موجودة هنا دي،